في تنبيهات دكتورة مهرة قالت عليها يا ريت نكتبها. الامتحان هيتكون من ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي هيتكون فيها الامتحان؟ هيتكون من شيت ده عليه 20 درجة عالية عليه كده حاسة عالية الامتحان هيتكون من ثلاث حاجات بالظبط. هيتكون اول حاجة من شيت. الشيت دوت هيبقى عبارة عن عبارة عن الشيت ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن ممكن تيجي تجربة في الشيت ورقة خلاص امتحان. في ممكن تجربة من التجارب هيبقى في تجارب من التجارب بتاعتنا هتبقى موجودة دي نمرة واحد. نمرة اتنين ممكن هيبقى في ام سي كيو على موضوعات معينة دكتورة مها قايلين عليها كده منبهها عليكم رئيس القسم. وهيبقى فيها ماتشنج ممكن يبقى فيها ماتشنج وصل وكالكوليشنز. كالكوليشنز تعمل كالكوليشن لحاجة تحسب حاجة. خلاص يبقى انا عندي الشيت امتحان عليه 20 درجه في تجربه او حاجه من التجارب هيبقى فيها كالكوليشنز هيبقى فيها ام سي كيو هيبقى فيها ممكن يبقى فيها ماتشين. تمام كل تجربه واحنا ماشيين عليها ممكن تيجي ازاي ممكن نروح. تمام ده اول حاجه اللي هو امتحان الشيت. طب ايه الاسئله اللي احنا او ايه الحاجات النظري اللي احنا نذاكرها ريليت للشيت؟ اول حاجه بالنسبه للسنسيشن هنذاكر السنسيشنز والباسويز لازم. كل ده بقول عشان شيت سنسيشنز والباسويز بتاعتي. بالنسبه للموتور هنذاكر حاجتين ستريتش ريفلكس وكمبليت ترانزيشن اوف ذا سباينال كورد. تمام وكمبليت ترانزيشن اوف ذا سباينال كورد. احنا واحنا بندي كل حاجه بندي يعني انا قلتها جنرال كده واحنا بناخد الهيرنج هنبتدي الهيرنج نشوف الصفحات مع بعض خلاص كل حاجه. ده 20 عشان كده كل حاجه بتبقى علينا وقال 20 الفرق طبعا بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. يعني ده جدول يعني مهم جدا ممكن تتسال فيه اور. الفيجن هنذاكر معظم الفيجن هنقول معظمه ايه ناخد الفيجن هنبتدي نحدد
الموست امبورتنت يعني ريليتيف. بس لو انت شاطر معظم الفيجن سهل مش شاطرين. طيب الهيرنج معظمنا نذاكره. هنقول بقى النهارده في الهيرنج. هنذاكر الجيت. الجيت مهمة جدا. الجيت الجيت الماشية تايس اوف جيتس وايه سببها. وطبعا اللي هنقوله النهارده اللي هو البيزل ميتابوليك ريت. بيزل ميتابوليك ريت دي الحاجات اللي هنذاكرها للنظري. طيب بالنسبة للستيشنز بالنسبة للستيشنز اي تجربة ممكن تيجي ستيشن. يعني ممكن اجيب حاجة زي كده واحطها في الستيشن. يعني ايه ستيشن؟ انتوا مجربينه السنة اللي فاتت. في زي ترابيزة محطوطة عليها كذا اكسبيرمنتس خلاص؟ متر رقم 1 2 3 4 5 بس. وكل اكسبيرمنت عليها رقم. هتستلم ورقة الورقة عليها أرقام 1 2 3 4 5. هتخش عند رقم 2 يبقى هتجاوب عند رقم 2 مش هتلخبط الاثنين في بعضيهم. اي تجربه ممكن تيجي ستيشن. طب ايه ده؟ اي تجربه ممكن يجي لي صوره معينه يقول لي كومنت على الصوره دي وايه سببها وهنعرف ايه. ممكن يجي حاجه اسمها الايديو ميدري الايديوجراف ويقول لي ده ايه كوندكتيف ديفنس نيرف ديفنس. يعني اي حاجه ممكن تيجي ستيشن. يا اما اله يا اما رسمه يا اما جهاز. تمام؟ يا اما كيرف. طبعا الدسكشن مع الاساتذه الممتحنين هيبقى شامل اي تجربه او شامل اي لآية. تمام؟ نبتدي بقى في اليوم النهارده. تمام؟ هنتكلم اول حاجه عن الهيرنج. في البداية عشان نفهم الهيرنج لازم نفرق ما بين حاجة اسمها فريكونسي وانتنسي. في فرق شاسع ما بين الاثنين. يعني ايه فريكونسي؟ يعني ايه انتنسي؟ أول حاجة هنتكلم عن الفريكونسي اوف ساوند. احنا عارفين الساوند هو الستيمولس بتاع الهيرنج ومهم جدا الهيرنج لايه؟ لعملية ايه؟ في اللانجوج. لو انت ما سمعتش كويس الطفل ما سمعش وهو صغير مش هيتكلم. من ضمن المشاكل الجامده لو واحد عنده ديفنس طفل صغير عنده ديفنس مش هيقدر ممكن باي لاترال مش هيقدر ايه؟ يتكلم. طيب عندي الهيرنج الساوند هو الستيمولس فور هيرنج انكلودنج فريكونسي وانتنسي. يعني ايه فريكونسي؟ يعني نمبر of cycles per second. دي انتوا عارفينها. طب ايه هي السايكل؟ ما انتوا عارفين ان الساوند عباره عن ايه؟ ويفز. تمام؟ بيكس اند بوتومز. بيك الويف لينس هو ايه؟ ديستنس بين تو سكسسيف بيكس اور تو سكسسيف بوتومز. طب انا عايزه اعرف السايكل دي كام مره؟ كام مره بوتومز؟ كام مرة سايكل؟ السايكل دي بتتكرر كام مرة؟ أسميها فريكونسي. تتقاس بالإيه؟ بالهرتز. بالإيه؟ بالهرتز. طب إيه أهمية الفريكونسي؟ يجي في الـ MCQ. الفريكونسي is related to loudness of the sound، صح ولا غلط؟ لا، بيتش of the sound. يعني إيه بيتش؟ يعني حدة الصوت. يعني مثلاً حازم، صح؟ حازم بيسلم عليا بيقول لي ازيك يا دكتوره جميل. فازيك يا حازم؟ طيب هاجي اكلم البنت ازاي انت اسمك ايه؟ هبه. شوفوا هبه صوتها رقيق ازاي؟ مش قصدي يعني. لقوا الساوند بتاع الفيميل غير الميل. الميل عارفين اللي هو انا ورقه اللي هو اسمه ايه ممثل ده صوته تخين. قال لي اللو فريكونسي ساوند ده بتاع الميل يديني البيتش لو بيتش ساوند فريكونسي. طب الفيميل ده الميل. طب الفيميل صوتها مسرسع يعني مش مسرسع يعني هاي بيتش ساوند.
high-pitched sounds. ده الفيميل. السايكلز هنا بير سكند مور ذان ايه؟ الميل. يبقى الفريكونسي از ريليتد للبيتش وليس الامبليتيود. تاني حاجه الانتنسيتي. ايه هو الانتنسيتي؟ هو ده اللاودنس اوف ذا ساوند او الامبليتيود اوف ذا ساوند. يعني ايه؟ يعني لو خدت الويف لينث دوت ارتفاع الويف دي قد ايه؟ هو ده اللاودنس، هو ده الانتنسيتي اوف ساوند. يعني ده اقول مور انتنسيتي زاد ايه؟ الويف لينث دوت. طب الانتنسيتي لو انا قلت ازيكم عامل ايه؟ ده انتنسيتي قليل. ازيكم ايه اخباركم؟ يبقى انا بزود اللاودنس، بزود الامبليتيود للويف، الويف بقت مور الامبليتيود بتاعها اكتر. ايه هو الميجرمنت بتاعها؟ قال لي ديسيبل، الانتنسيتي بتاعها بقيسه بالايه؟ بالديسيبل. مهم قوي الكلام ده بقى. طب انا بتكلم بانهي ديسيبل؟ لا مش بتكلم بالزيرو. انا بتكلم ب20؟ انا دلوقتي بكلمكم ب60 ديسيبل. طب انا اقول لكم حاجه، لو انا قلت لكم انا كلمتكم بزيرو ديسيبل، يعني انتوا بتسمعوني ولا ما بتسمعونيش؟ مين اللي رايه اللي انتوا ما بتسمعونيش؟ الراي ما تسمعنيش الفايت. خليني مع الاغلبيه. مش هتسمعوني صح؟ لا، بصوا بقى ايه هي حكايه الزيرو ديسيبل. انا كل ده بقوله ليه؟ عشان اخش اتعلم وفاهمين ايه الفرق بين الديسيبل والزيرو. في كالكوليشن مهمه جدا ممكن تيجي لكم في امتحان الاس كيو او في الامتحان، هي بتقول ايه؟ ديسيبل بيساوي ايه؟ 20 log sound pressure sound pressure over the standard level of pressure for needed for threshold hearing. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي الانتنسي اوف ساوند ريليتد للبريشر، ليها علاقه بالبريشر، تمام؟ طيب لو انا قلت لكم ايه هو المينيمال بريشر اللي انا عايزه اخلي الساوند اللي انا بكلمكم بيه نيدد عشان اسمعوني، نيدد عشان ايه؟ تقدروا تسمعوني. ايه هو ده؟ قال هو ده المينيمال او الستاندرد. احنا عارفين رقم، انا مش حافظه رقم ولا عايزاكم تحفظوا رقم. امال ايه بقول ايه؟ لو انا اتكلمت بانتنسيتي او ببريشر اوف ساوند ايكوال للستاندرد، ايكوال لايه؟ عارفين يعني ايه ايكوال للستاندرد؟ يعني يساوي الستاندرد. يعني الساوند البريشر يساوي الستاندرد، يبقى اللوج كام؟ لوج 1. لوج 1 من كام؟ زيرو. زيرو في 20؟ زيرو. يعني معنى كده ديسيبل، زيرو ديسيبل معناه المينيمال انتنسيتي اللي عندها اقدر اسمع الايه؟ الساوند. يعني زيرو ديسيبل بيتسمع ولا لا؟ نورمال يتسمع. فهمنا ده ليه؟ عشان هو ريفرنس. ها؟ زيرو ديسيبل ده ريفرنس. مش فاهمين. بقول لك الانتنسيتي از ريليتد للبريشر، بريشر اوف ذا ساوند، خلاص؟ انا عارفه البريشر اوف ذا ساوند كذا رقم معين. ستاندرد ليفل اوف بريشر. ستاندرد ليفل اوف بريشر اللي هيحقق الثريشولد اوف هيرنج، مفهومه دي؟ انا هكريت ساوند بنفس الستاندرد. انا هكلمك بنفس الستاندرد. يبقى اما اكلمك بنفس الستاندرد يبقى الستاندرد على الستاندرد يبقى يساوي كام؟ واحد. طب لوج واحد بكام؟ بزيرو. زيرو في 20 بزيرو. يبقى ديسيبل بيتسمع ولا لا؟ زيرو ديسيبل بيتسمع ولا لا؟ بيتسمع، لان هو الستاندرد. مش قلت لك انا كرييت بريشر نفس الستاندرد فور ثريشولد اوف هيرنج؟
مفهومه دي ولا لا؟ فهمتيها؟ تمام؟ دي الاستدلال يبقى اوديبل، يعني ايه؟ مسموع. طب تيجي في الامتحان مساله، انتوا اللي تقولوا لي بقى، لو انا قلت لكم انا بكلمكم ب 60 ديسيبل خلاص، قولوا لي ايه هو، قولي لي اوعي تنامي مني، ايه هو البريشر اوف ساوند اللي انا برافو عليك صح، البريشر اوف ساوند اللي انا اعمل له كريشن عشان احقق 60 ديسيبل هو 1000. جت منين؟ ما هي 60 ديسيبل صح بيساوي 20 لوج الايه؟ الساوند على ستاندرد بريشر ليفل. تمام؟ 20 دي هجيبها هنا هقسمها، يبقى 60 على 20 يساوي كام؟ 3 صح؟ 3 ثلاثة يساوي لوج الايه؟ الستاندرد على البريشر ستاندرد ليفل. طب ايه؟ ثلاثة دي يعني تحط ثلاث اصفار كل واحد بصفر يعني 1000، يعني البريشر اللي انا عملته اللي انا كلمت بيه هو ده ايه؟ 1000 تايمز الستاندرد. مفهومة دي؟ أو تيجي عكس يقول أنا كلمت بريشر ساوند مثلا 10,000 يبقى وات از ذا ديسيبل؟ 80 اربع اصفار خلاص اهو، يبقى لوج الالف بكام؟ ال 10000 لوج ال 10000 بكام؟ ب 4 4 في 20 80، يبقى 80 ديسيبل. تمام؟ عندكم في الكتاب حد مع كتاب النظري؟ في الكتاب هتلاقوا في جدول مهم جدا عامل كده الديسيبل زيرو وعامل لك ديفينيشن ليه. ال 40 ديسيبل ده عباره عن ايه؟ 60 ديسيبل عباره عن ايه؟ ده نعرفه. يعني مثلا 40 ديسيبل ده الويسبر، عارفين يعني ايه ويسبر؟ الهمس. خليكم مثلا بهمس. تمام؟ ده صفحة 3 في الهيرنج. هتلاقوا كده دي سيبل والاندكس بتاعها. كل حاجة ايكويفالنت لإيه. تمام؟ إحنا راجعنا كده صفحة 1 وراء صفحة 2 وصفحة 3 عشان مهمة للإيه؟ للعملية. سؤال، إيه هو الفريكونسي النورمال فريكونسي أوف ذا فور هيومن؟ النورمال رينج. صح، من 20 لايه؟ 20000 مظبوط. ايه بقى؟ هرتز. تمام؟ انا بكلمكم باني فريكونسي؟ 2000 ل 5000. انا بكلمكم كام؟ ب 2000 ل 5000 هرتز او 2 ل 5 كيلو هرتز. هي ايه؟ فهمنا ايه الانتنسيتي وايه الفريكونسي؟ تمام؟ اخش على اللي بعديها عشان نعرف ثلاثة تيست مهمين جدا للجيل. لازم اعرف الفانكشن، هراجع الفانكشن بتاعنا يعني ريفيجن بسيطة جدا عشان نعرف التيست. احنا عندنا جير عبارة عن استنى جير للجير انر جير. تمام؟ الانر جير هي بتتكون من تو بارتس، كوكليار بارت وايه؟ وفيستيبيولار بارت. الكوكليار بارت عامل زي ايه؟ زي القوقعة. ازاي؟ عامل 2.5 تيرمز، لافف على نفس البون كم مرة؟ مرتين ونص. تمام؟ ده مهم جدا. مهم الكلام ده. جوه الكوكليا في ريسبتور اوف هيرنج اللي هو الاورجن اوف كورسي، او انتوا عارفين اللي هي السيلز ذات نفسها. تمام؟ الفايبريشن انتوا عارفين ده اسمه ايه؟ البيري ليرف. فاكرين ده؟ وده الاندو ليمف. بيري ليمف ريتش ان ايه؟ صوديوم. اندو ليمف ريتش بسيوم. وقلنا ان في كام اسكالا؟ اللي فوق اسمها اسكالا، اللي في النص ميديان، واللي تحت تمنال. برافو عليك. ده اسمه ايه؟ اللي فوق اوفل ويندو. الاوفل ويندو
وعليه بالغطس بال ايه بالمبرين وعليه فوت اوف سبيس. وهنا ايه راوند ويندو مقفول بالمبرين اسمه سكندري امبريك ميمبرين. تمام كده؟ يبقى لازم انرجي توصل هنا تعمل ايه؟ تعمل بولجينج للاوفر ويندو ان صح؟ وبتكريت ديفرنس بين ذا تو ويندوز عشان يعمل فايبريشن للجسس ده استنشن. طب عشان احقق ده اعمل ايه؟ ايضر الصوت يوصل للمسار الطبيعي بتاعه ان هو يخش عن طريق اكسترنال اير من باب الاير عن طريق اوسكلز يوصل للانر اير او عن طريق ان انا اعمل استميليشن للجسس دايركتلي او الى الاير دايركت. ازاي؟ انا عارف ان الانر اير موجوده في الفيتروس بارت اوف تمبرال بون صح؟ طب انا لو جبت الماستويد وحسيت الماستويد ورحت جبت تونينج فورك خلاص وخليتها تفايبريت وحطيت البيز بتاعها على الماستويد هسمع صوت زن. ليه؟ قال لي عشان هيحصل فايبريشن ترانسميت على طول على الفيلف على الانر اير باي باسنج ايه؟ الاكسترنال اير والميدل اير. يبقى عشان استميليت الانر اير يا اما عن طريق حاجه اسمها بون كوندكشن ده اسميه بون كوندكشن عن طريق ايه؟ الماستويد او عن طريق حاجه اسمها اير كوندكشن عن طريق حاجه اسمها اوسيكولار روت. يعني ايه اوسيكولار روت؟ عن طريق الاوسيكلز دي. لازم الاوسيكلز دي تفايبريت تتحرك وتعمل فايبريشن للاوفر ويندو عشان ايه؟ يحصل فايبريشن. تمام كده؟ طيب احنا كده النهارده ليه؟ عشان نفرق ما بين لو حصل دامج للانر اير الكوكليا والنرف بتاعها ده اسميه نرف ديفنس اسميه ايه؟ او اسمه سنسوري نيورال ديفنس هي نفس الاسم نرف ديفنس او سنسوري نيورال ديفنس. ديفنس يعني ايه؟ امبيرمنت اوف هيرنج مش عارف اسمع كويس. يبقى الديفنس ده يا اما سببه مشكله في الانر اير اسميه ايه؟ سنسوري نيورال ديفنس. مشكله في الريسبتورز او مشكله في النيرف ذات نفسه كوكليير نيرف. ايه اهم الاسباب اللي تعمل سنسوري نيورال ديفنس؟ نعم دامج للكوكليير نيرف. برافو عليك صح. ايه تاني؟ برافو عليك. في حاجات تسمى اوتوتوكسيك دراجز. اوتوتوكسيك دراجز يعني حاجه تاثر على الانر اير. اوتوتوكسيك دراجز زي ايه؟ زي الاستريبتو مايسن. ايه استريبتو مايسن ده؟ اني لونج تريتمنت للبيشنت استريبتو مايسن يعني الاوتوتوكسيستي بيأثر على الانر اير. تمام؟ طب الستريبتومايسين ده بيتاخد فين؟ في حالات زي التي بي اللي عندهم ضرر long period of treatment with الستريبتومايسين. او حاجه مهمه جدا في الاطفال يتولدوا بيها عارفين الكوكليا دي؟ بدل ما هي لفه 2.5 turns لفه مره واحده ومره ونص. طب ايه المشكله؟ قال لي قللت نمبر ديكريز نمبر اوف ايه؟ الهيسترز يعني الريسبتورز عددها ايه؟ قال يبقى ده اسمه ايه؟ سنسوري نيورال ديفكس. يبقى يا اما مشكله في التيرمز بتاعت الكوكليا يا اما دراجز زي ستريبتومايسين يا اما دامج للكوكليير نيرف او دامج للهيسلز صح؟ ده اسمه سنسوري نيورال ديفنس. طيب في حاجه اسمها واحد عنده ديفنس عنده طرش عنده امبيرمنت اوف هيرنج بس مش سبب الريسبتورز كلها جميله حلوه وجميله او ايه المشكله؟ اي مشكله في الكوندكشن. مشكله في الايه؟ كوندكشن اوف ذا ساوندز. اي مشكله في الكوندكشن؟ طب مين مسؤول عن الكوندكشن اوف ساوندز؟ اكسترنال اير والايه؟ والميدل اير. طب الاكسترنال اير بتكوندكت الساوندز الونج هي اكسترنال اير عباره عن ايه؟ اير درام اير اير بيرنا اكسترنال اير كانال اير درام. تمام؟ بعدين الميدل اير ليها دور مهم في الايه؟ برضه في الكوندكشن. مين اهم اوسكلز او الموجودين؟ دي اسمها ايه؟ ميليس
افس وسبيس. قال لما يحصل لهم فايبريشن بيترانسميت الانرجي دي للايه للبريف، تخليه ايه بيترانسميت الانرجي دي للهيسلز ان هي تموف اب اند داون، صح كده؟ طيب في سؤال مهم ممكن يجي في الام سي كيو، مش الكوندكشن ده مهم، مهم ولا مش مهم؟ مهم؟ لان مهمته ان يعمل امبليفيكيشن اوف ساوند، لان في حاجه اسمها امبيدنس ماتشنج ديفايس. الميدل اير اكت از امبيدنس ماتشنج ديفايس. يعني ايه امبيدنس ماتشنج؟ نعم؟ ايوه. تمام. انا عندي الايه الساوند انرجي بتتحرك خلال ايه؟ الاير بريزنت ذا اكسترنال اير والميدل اير. وبعد كده هتروح الساوند انرجي هتروح لفين؟ للانر اير. فيها ايه؟ فيها فلويد. قال لي طب ما هيبقى في ريزيستنس للانرجي دي. طب انا اعوض الانرجي النص دي اعوضها ازاي؟ اعمل امبليفيكيشن اوف ساوند. ايه الامبليفيكيشن اوف ساوند؟ ده اسمه البيلنس ماتشنج ديفايس بتاع الميدل اير. قال لي بالنسبه للدرام الاريا بتاعت الدرام about 17 times at the area of the ear over window. تخيلوا اجيب صوت كده خلال اريا كبيره وبكونسنتريت خلال اريا صغيره. تعمل amplification of sound كم مره؟ 17 مره. لا ده درام بس، صح؟ 17 مره. طيب 17 مره. طيب لو انا قال لي في حاجه اسمها ليبر اكشن، ليبر اكشن، عارفين ليبر اكشن؟ عارفين لعبه السيسو؟ عارفين اللعبه دي؟ مرجيحه زي كده. هي دي اسمها ليبر اكشن، ايه ليبر اكشن؟ قال لي الميليس، الميليس لونج، لكن الانكس شورت. هنا شورت، هنا ايه؟ لونج. طب ايه الحكايه؟ قال لي مينيمال ديسبيسمنت، اي حركه مينيمال ديسبيسمنت للميس تعمل ايه؟ لارج او ماكسيمال ديسبيسمنت لمين؟ للانكس، وبالتالي للسبيس. يعني هتعمل امبليفيكيشن الساوند ولا لا؟ تعمل امبليفيكيشن. زي بقول لكم زي الايه السيسو اللعبه. لو انت قعدت، لو حيروك تقعد على اللونج ارم ولا الشورت ارم؟ لو عايز تطير فوق وتقع هتقع، يبقى تقعد على الشورت. ليه بقى؟ لان لو قعدت هنا انت ايه دبيت الايه؟ مينيمال ديسبيسمنت على اللونج ارم. وقع لارج ديسبيسمنت لايه؟ على الشورت ارم. تمام؟ دي اسمها ليفر اكشن. امبليفاي ساوند قد ايه؟ 1.3. برافو. يبقى انا عندي امبليفيكيشن ساوند كتوتال كام؟ 22 تايمز. دي مهمه جدا. خلاص؟ دي حاجات ريليتد للايه؟ طيب افهم من كده ايه؟ ان الاير كوندكشن، انا كل ده عشان اوصل اقول لحاجه. الاير كوندكشن از بيتر ذان بون كوندكشن. طيب ايه التجربه بقى اللي انا هعملها؟ هيجيب لي 24 ويسالني على كام تيست؟ عندي حاجه اسمها ريني وفيبر وايه؟ واوتوميتري، دي حاجه ثانيه. خلاص؟ اول حاجه هنعمل تجربه ريني. مين اللي هنجرب معاه؟ هنجرب مع وليد. اول حاجه التونيك فورك، افرق بين التونيك فورك دي ودي. دي بتاعت ايه؟ تيجي في الامتحان تلخبط بينهم مشكله. قال لي التوني فور بتاعت الهيرنج شورت قصيره، دي نمره واحد. نمره اتنين هتلاقوها هاي فريكونسي، عليها رقم عالي هاي فريكونسي، مش 250 ولا 100 ولا، يبقى هاي فريكونسي فور هيرنج. دايما نقول اتش فور اتش،
هيرنج اتش اتش لهاي خلاص. هنعمل ريليز. الريليز ازاي بقى هنعمله؟ هبتدي افايبريت التونينج فورك دي واحطها على الويب على المستويد ماشي. هيقول لي سامع خلاص. هقول له اما يختفي الصوت تايه تقول لي. اول ما يختفي الصوت اروح احطها ايه in front of the ear. ليه؟ تفهموا يسمعنا ولا لا؟ استخدمت من هنا. ليه هيسمعنا؟ عشان الـ air conduction is better than the bone conduction. قلنا ليه الـ air؟ عشان الـ amplification of sound. هنعمل كده ونشوف ايه النظام. خلاص؟ فريق ايه هتبقى؟ مش يعني معنى كده انسبايرت اي رجع ثاني. يعني انسبايرت اللي انا حطيت التونينج فورك دي تمام على الساوند على المسايت اختفت. حطيت على المسايت ده اسمه بون كوندكشن. ابتديت احطها فين؟ ان فرونت اوف ذا اير عشان اشوف الايه الاير كوندكشن. طيب in spite of the disappearance of the sounds on the mastoids, still a hear the sounds through a air conduction. ليه تفسر ده بايه؟ ان الاير كوندكشن از بيتر ذان البون كوندكشن مور واي ديو تو ايه؟ امبليفيكيشن اوف ساوند. بس ده اسمه ريليتست تمام؟ عايز نعمله ازاي؟ يبقى بنعمل التوني فورك على ايدينا كده كده كان اوفر تون. انا ممكن اعمل بدل ما استرايك التوني فورك على التيبل لا اعملها ايه على الهيرز وابتدي اقول له سامعني. طبعا كل اير له ايه كومباريزون. هبتدي برده نفس الكلام الجيل الثاني اسمها ريني. يبقى انا بعمل ريني على كل اير تمام. عرفنا النورمال الاقي ايه. طب تخيل واحد عنده كونداكت ديفيس عنده كونداكت ديفيس ايه عنده مشكله فين؟ ايضا في الاكسترنال اير او في الميدل اير هيعمل ايه؟ هيسمع ايه؟ هيسمع النور مش هيسمع الكونداكت. برافو عليك. يعني هيسمع بالبون كوندكشن كويس جدا صح. هيقول لي مثلا انا حاطط له البيز بتاع توني فورك هيقول لي سامع. انا اختفي يقول لي هقول لي اختفت احطها ان فرونت اوف ذا اوف ذا اير هيقول لي لا مش سامع حاجه. ده اسد اسميه ايه كوندكت ديفنس. امتى تقول كوندكت ديفنس؟ يبقى البون كوندكشن از بيتر ذان الاير كوندكشن. سهل كده تمام. طيب نجربها ازاي؟ ايه امثله الكوندكت ديفنس؟ اشهر حاجه ويكس. هنا ويكس اكسسيف ويكس في الاكسترنال اير عامله اوبستراكشن. اكسسيف ويكس هو في نورمال ويكس لكن اكسسيف ويكس اوبستراكشن. في بقى حاجه ثانيه ايه ده؟ بيرفوريت درام. ايه تاني؟ اي بونز دي حصلها ستيفنس حاجه اسمها اوتو سكليروزس. لاقي الفود بليت اوف ذا ستيفنس اوفر جروث ليها حصل له اوفر جروث. يبقى هنا اوتو سكليروزس تمام او اوتيتس ميديا. عارفين يعني ايه اوتيتس ميديا؟ انفلاميشن اوف ذا ميدل اير. ميدل اير انفكشن سميها ايه؟ اوتيتس ميديا. ميديا خلاص. ليه؟ لان جواها بيبقى فيه سيلز وفي انزيما عارفين في التهاب جوه عامل اوستراكشن تمام. عرفنا ايه اسباب الكوندكت ديفنس او اشهر اسبابها بيرفوريت درام اكسسيف ويكس. ايه تاني؟
اوتوسكليروسس وبقيت نازل. عايزين نجرب عشان ما ننساهاش نعمل ايه؟ اقول له ممكن تسد ودانك بايديك، مش هقول للعيال كده، انا بقول لكم عشان تفهموا ده معناه ايه. سند ودانه ليه؟ انا بتخيل ان في واكس كتير موجود فين؟ في الاكسترنال اير، فعامله اوبستراكشن. هعمل التجربه واشوف ايه الاخبار. لكن الاثنين قليلين،
لو انت قارنتهم بنفسك بروفايل داتا نورمال، يعني هو حصل ابيرنس اوف ساوند دلوقتي عندي، بديت بقى احطها على وداني انا سمعتها، معنى ده ايه؟ ان عنده مشكله في الايه؟ هي في الهيرنج، في النيرف ليفنس مش نورمال، هو نيرف نيورال ليفنس خلاص، سنسوري نيورال ليفنس. مفهوم يا رنين؟ يا رنين بحط الفيل فورك فين؟ مصطير بعد كده ان فرونت اوف. طيب في فيبر بقى، ما تاخدوش من الفيبر ورنين. ايه الفيبر؟ نقول فيبر فور في. ايه الفيبر فور في؟ فيربكس. فيبر هي فيبر بالدبليو ها؟ فيرتكس فيرتكس. بحط تشوني فورك على الفيرتكس. ايه الفيرتكس؟ تعرفين صح؟ فوق هنا مش فيرتكس. نورمالي طبعا عشان اعمل تيست اوف هيرنج لازم ان هي تبقى عندي الايه؟ مفيش نويز. حطيت البيز على الفيرتكس، لو نورمال انا هسمع ايه؟ ما هو الساوند ايكوال في الاثنين عن طريق البوين صح؟ طيب لو واحد عنده حطيت على الفيرتكس اهو انا اشوفه الهونيك، هحط على الفيرتكس وابتدي اسال مين؟ عايزه اخليه عنده كونداكت الفيرتكس، اعمله ايه؟ يقفل ايه؟ ويدن. فاكني عنده اكسس فويس، ونشوف الا ايه هيقول لي ايه، هسمع صوت اني احسن. انا هنجرب مع حسام. حسام انا هنجرب تعليق حسام الفتره دي. حسام 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 بس صوت عشان هو يقدر يسمع كويس. هنا نويز مهمة دي قوي.
يبقى مهم قوي في الفيبر تيست lateralization of the sounds in conductive deafness to the healthy ear. صح ولا غلط؟ غلط. to diseased ear. فهمنا ليه؟ explanation. explanation. تمام؟ خلاص؟ صح؟ ده الفيبر. طب ليه غير بدنس ايه بقى؟ الاثنين. ايه مش فاهمة؟ تاني انا بقول ليه هنا سمع احسن في ديزيز اير؟ absence of noise. لان الاذر اير is distracting by the noise from the environment. يعني في noise في الانفايرمنت بتعمل ايه؟ بتشوه الصوت اللي انت سامعه، مش قادر تسمعه. تسمع بره ولا تسمع دي؟ لكن هناك بقى في ديزيز اير لا، دي فاضيه بقى. فاضيه لمين؟ لتوني فوق بس عاملة ايه؟ ما مش سامعة نويز من بره. فهمت دي ليه lateralization؟ طيب خلاص؟ النيرف النيورال ديفنس او سنسري ديفنس يبقى العكس. يعني ايه العكس؟ عندي انا هنا لو هنا سنسري ديفنس sensory deafness. تمام؟ البول كوندكشن ايه الاخبار؟ مفيش. يبقى الصوت هيسمعه اني احسن في النورمال اير. يبقى يحصل lateralization of the sound to the healthy ear. فهمنا دي ولا ما فهمناش؟ ear مش بتوصل حاجه. النرف الكافي بتاعها بايظ كامل. خلاص؟ النيرف ذات نفسه مش انفكت. تمام؟ لكن الاير الثانيه نورمال. طب التونينج فورك دي الساوند بتاعها هيوصل لمين احسن؟ اكيد النورمال. هيحصل لاترايزيشن اوف ساوند تو ذا هيلثي اير. مهمه دي؟ خلاص؟ عرفنا فيبر رينيه، فيبر على الفيرتكس، رينيه على الماستويد، وعرفنا ازاي نفرق بين الكوندكتيف ديفنس والايه؟ نيرفلس. سهل. تيجي في الامتحان ازاي؟ اول حاجه ممكن يجي تونينج فور كده. تونينج فور يحط خلاص؟ حط دي ايه؟ تونينج فور فور هاي فريكونسي ساوندز. ايه الرقم اللي مكتوب عليها؟ 256. ايه؟ هرتز. من غير ما يكتب لك هرتز هي الفريكونسي بتاعتها كده. طبعا لو 300 فما فوق ده ايه؟ هاي فريكونسي. او يجي لي رسمه في الامتحان. عارفين الرسمه اللي عندكم في الكتاب؟ في رسمه الراجل يحط لك الصوره بتاعت الميل والتست التوني فور دايركتد على الفيرتكس. تمام؟ يقول لك اسم التست ايه؟ اوعى تكتب يا جين. اسمه ايه؟ فيبر. وقال لك لو حصل لاترلايزيشن الساوندز تو ذا ديزيز اير يبقى عندها ايه؟ بس سهل كده؟ وبعدين يقول لك ايه كوزز اوف ذات؟ انت لو شخصت قلت لك كوندكتيف ديفنس يبقى هتقولي اكزامبلز زي ايه؟ اكسيرف واكس، بنجرين فرانس، بارسيزيا، اوتوستيروز. تمام؟ وهكذا. او يجي سنسوري ديفنس ونفس الكلام. خلاص؟ نخش على ايديو الفيبر وريني بيت مرسي.
والفيربال تيستس ممكن يقول لي ده عنده كونداكتيف او عنده ايه ديفنس او سيفرني هو ديفنس عشان التريتمنت هيبقى مختلف. لو واحد عنده بيرفوريت درام لا انا ممكن اعمله عمليه اسمها تبان البلاستي اصلح له اسمها ترقيع للطبله اصلح له الدرام. لو عنده سنسوري ديورال ديفنس ممكن اركب له سماعه. فمهم جدا ان انا اعرف هو سنسوري ديفنس ولا كونداكتيف ديفنس عشان اقدر اعمل ايه تريتمنت. طب هل اقدر اعرف الديجري اوف ديفنس يعني ايه؟ يعني هو عنده ديفنس ميجور سيفير ديجري ولا مايلد ديجري اوف ديفنس؟ مين اللي يقول لي اني اوديومتري اقدر اعرف الديجري اوف ديفنس؟ ديجري اوف ديفنس مش بس كده، مثلا عملت واحد عنده كونداكتيف ديفنس واديته تريتمنت ورحت بعد كده عملت اوديومتري اشوفه بيتحسن ولا لا، يبقى ممكن الاوديومتري يستخدمه ايه؟ فولو اب اوف ذا بيشنت صح؟ يبقى فولو اب او اعرف ادفايز ديجري اوف ديفنس ماشي؟ ايه بقى الاوديومتري؟ المريض بيبقى في حجره كده تمام؟ طبعا مش نويزي خالص كويس، ويبتدي اظبط جهاز معين على certain frequency. ده الفريكونسي ده الانتنسيتي. اعمل ايه؟ اول حاجه عارفين الاستوديو هي ايرفون كده، ببتدي اكزامين ايتش هير سيبريت. انا هاكزامين مثلا رايت اير تمام؟ فمره هاكزامين الاير باي كوندكشن، اير كوندكشن، ومره باي ايه؟ بون كوندكشن. يبقى مره هدايركت الساوند عن طريق الاير، ومره عن طريق ايه؟ الماسكويز. كل مره هعمل ايه؟ هظبط الجهاز، الدكتور هيظبط الجهاز بحيث ان هو عند كام؟ 125 هرتز. واروح ايه؟ اديه للبيشنت دوت ال 125 هرتز بفريق بانتنسيتي معين، ابتدي باي انتنسيتي؟ ابتدي باي زيرو، مش زيرو هي النورمال؟ هيسمعها عند زيرو ولا لا؟ لو هو طبيعي هيسمعها عند زيرو، اروح اعمل ايه؟ كروس. ده عن طريق ايه؟ الاير. ازود الفريكونسي، احط اظبط الجهاز عند 250 وابتدي اعمل ايه؟ اجرب عند زيرو ديسيبل، سمع عند زيرو ديسيبل، ده نورمال ولا لا؟ نورمال. يعني الواحد الجهاز ده يستهلك ايه؟ كروس او وات ايفر يعني. عند الفريكونسيز اللي هي النورمال بسمعها، هلاقي ان لو انا نورمال هلاقي فعلا الاير كوندكشن، بالاير كوندكشن كل الكيرف هيبقى عند كام؟ تقريبا عند الزيرو سبب، ده نورمال صح؟ طب البون كوندكشن هيبقى برضه عند الزيرو سبب، بس تفتكروا الكيرف هيبقى اعلى شويه ولا اقل؟ اعلى ولا اقل؟ مين اللي رايه اقل؟ مين اللي رايه اعلى؟ اقول لكم حاجه، مش انا قلت الاير كوندكشن نورمال از بيتر ذان البون كوندكشن عشان ماجنيفيكيشن، يبقى الاير كوندكشن الكيرف بتاعه اعلى من البون كوندكشن، ده طبيعي ده نورمال. يبقى لو جالك كيرف امتى اقول الكيرف ده نورمال؟ لازم يتوفر ايه؟ اول حاجه ان التو كيرفز ات ذا ليفل اوف زيرو تقريبا من زيرو او اراوند خمسه كده في الرينج ده، في الرينج الطبيعي، والكيرف بتاع الاير كوندكشن هاير ذان ايه؟ البون، اعلى من البون. ليه؟ عشان ما تفكش في الساوند، صح كده؟ ده ممكن اول كيرف يجي في الامتحان ويسالك عليه. ممكن يجي كيرف تاني، ايه الكيرف تاني دوت؟ نعم هيقول لك الكروس زي ممكن الكيرف يبقى عامل ازاي؟ كده a
يقول لك الكروس دي دي الاير كوندكشن والدوت هي البون كوندكشن. ايه رايكم في الكيرف ده؟ سؤال، الكيرف عند ليفل زيرو ولا لا؟ لا نزل. طب سؤال، الاير كوندكشن احلى ولا البون كوندكشن احلى؟ الاير احسن. طب ده معناه ايه؟ ده عنده ايه؟ برافو عليك، بارشال نيرف ديفنس صح؟ لان التو كيرفز نزلوا مع بعض. ويقول لك دي اكزامبل. احنا قلنا ايه بقى الاكزامبلز؟ Thank you.
bone conduction. Air conduction is better than bone conduction. لكن الاثنين عمالين ايه؟ بينزلوا مع بعض، بينزلوا مع بعض. يبقى ايه؟ نيرف ولا كوندكتيف؟ نيرف. هذا بينزلوا مع بعض يبقى نيرف. طيب ليه ينزل كده كل شويه؟ ينزل ليه؟ قال اصل الهير سيلز اللي افكتد مور هي اللي بتاعت الهاي فريكونسي. مش في هاي فريكونسي؟ ده كومن في الاولد ايج اسمها الاسبايكوس. ماشي؟ خلاص الاسبايكوس خلاص؟ يبقى انا عندي في الاولد ايج يحصل ايه؟ دامج للهير سيلز اللي هي كونسرنت بايه؟ بالهاي فريكونسي ساوند. عشان كده بيدي ستيبلر، عارفين زي السلالم اللي نازله دي في الاولد ايج. ده سنسوري نيورال ديفست ولا كونتاكتيف؟ ليه سنسوري؟ عشان الاير السبيكرز ده مربوط والاثنين نازلين مع بعض. اتفهم الاوديو جرام؟ عرفنا اللي ممكن يجي في امتحان الفيبر الرنين الاوديو جرام. طيب احنا هنذاكر ايه في النظري ما نروحه؟ هنذاكر النظري هيرنج. طب ايه اهم الهيرنج اللي موجود؟ يعني لو انت مزنوق مثلا في الامتحان خالص تقرا ايه؟ تقرا الفريكونسي والانتنسي والكالكوليشن اللي احنا قلناها اللي هي المينيمال اوزوريتي كيرف وتاخد الامبليفيكيشن اوف ساوند. ماشي؟ صفحة دي صفحة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية. طيب بعد ثمانية لكن مثلا الوقت بس عليك في الامتحان الميكانيزم هو فيه اقراها وافهمها. لان الميكانيزم يجي في النظر اكتر. الميكانيزم هو فيه اللي هي 9 و10 و11 و12 و13 ده يجي نظري اكتر. نظري يعني ايه في اخر السنه؟ كتابه. انا بقول العملي كتير كله مهم بس لو انت ما عنديش وقت تقري كل مين اقري من واحد لغايه ثمانية. مين؟ صفحة 14 وصفحة 22 هتلاقي قبل 22 في 21 اللي هي اسمها هيرنج امبيرنس متكمله ليها. ماشي؟ فاهمة؟ خلاص؟ الأهم كده إن أنت تعرف ده غير فيجوال ديفنس ولا مهم جدا دي واحدة دي واحدة. هيجي في الامتحان الدنيا فوق دي ولو حد منكم كتبها فيبر ورينين دي فوق يعني مش عارفة أقول إيه. دي بتاعت الفايبريشن سنس. دي بتاعت ايه؟ الفايبريشن سنس بتاعت الدورز الكولم سنسيشن. خلاص؟ مهمة قوي دي. يبقى الكبيرة اللونج ارم اللي مكتوب عليها الفريكونسي ميت هيرتز دي بتاعت اللونج ارم. والهاي مع الهاي قلنا الشورتس دي بتاعت ايه؟ الهيرنج انشراط في الاورال. هيرنج فايبريشن. على فكره الفايبريشن سنس في فايبريشن سنس بالهاي فريكونسي الباسينيان كورباسل تحس بيها الفايبريشن صح ولا لا؟ صح؟ فقصدي لو هيرنج يبقى دي بس ما ينفعش دي. خلاص؟ نرجع
لا غلط.
قال لي البيزل ميتابوليك ريت هو الان افويدبل ميتابوليك ريت. يعني ايه ان افويدبل؟ تقدرش ايه تعيش من غيره. ايه بقى اللي انت تقدرش تعيش من غيره؟ الان افويدبل لو لقيته شغال انت عايش. قال لي احنا مثلا الهارت لازم يحصل له هارت بيت عشان تبقى عايشين، مش في ميتابوليزم؟ مصدر دون واحنا واقفين او احنا عايزين في مصدر دون، تمام؟ بنتنفس ولا لا؟ في ريسبيريشن. يبقى البيزل ميتابوليك ريت هو الان افويدبل انرجي برودكشن، ان افويدبل، لكن ليس نوت ذا مينيمال. مش ايه؟ مش المينيمال. لا ليه ما قلتش هو المينيمال؟ لان ما ينفعش اقيس بيزل ميتابوليك ريت وانا نايم. ما اقدرش اقيس بيزل ميتابوليك ريت وانا ايه؟ وانا نايم. يبقى البيزل ميتابوليك ريت هو الـ unavoidable engine expenditure not the minimum. طب ليه سميته بيزل؟ قال لي لازم ثلاث شروط للبيزل. تيجي في الاس كيو ايه البيزل بقى؟ اول حاجه physical and mental rest. يعني ايه بقى؟ نعم؟ لا لا عايز انا يهمني المسألة. ايه بقى؟ قال لي بيزل اون ثلاث شروط. اول حاجه كومبليت فيزيكال ومنتال ريست. ما ينفعش نسميه، ما ينفعش حمزه جاي من ماتش كوره واقول له تعالى اكسب البيزل ميتابوليك ريت دلوقتي. لا، لازم فيزيكال ريست اتليست هاف ان اور. لازم ايه؟ اتليست هاف ان اور، لازم نص ساعه ريست. طيب ما ينفعش مثلا مالك، ما ينفعش مالك يبقى مثلا بيفكر في المساله دلوقتي واقول له بص انا هقيس لك البيزل ميتابوليك ريت، هو عمال ايه؟ يفكر. في ما عندوش منتال ريست، ما عندوش ايه؟ يبقى لازم كومبليت فيزيكال منتال ريست فور ايه؟ اتليست كام؟ هاف ان اور. ينفع اقيس البيزل ميتابوليك ريت هو ليه؟ لا، هيبقى غريبا. انا مش عايزه غريبا، انا عايزه البيزل. تمام. تاني شرط لو حاسب ايه؟ لو ما اقدرش حاسب هقول لو محمد جه يتكل سندوتش همبرجر جامد. الحمد لله مش حاجه. خلاص بعد المحاضره الاحد جامد. قال لي اقول لك تعالى يا محمد اسمك؟ لا ما ينفعش. قال لي حاجه اسمها بوست ابزوربتيف ستيت. اتليست 12 ل 14 ساعه، يعني بعد ما اكل السندوتش ده بعديه ب 12 ساعه اروح ايه؟ اقيس البيزنس ويت. ليه؟ قال لي عشان في حاجه اسمها سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فود. يعني ايه؟ specific dynamic action of food. يعني ايه؟ قال لي في heat energy production during assimilation of food in liver. يعني انا كلت بروتين مثلا دلوقتي يحصل ايه؟ الليفر بيحصل assimilation of food بطريقه معينه في الليفر، يطلع لي heat. الهيت ده يطلع لي energy اكتر، يديني force result. عشان افويد دوت بستنى بقى على الابزوربتيف كام ساعه؟ اتليست 12 ل 14 ساعه. تمام؟ عرفنا السبيسيفيك دايناميك اكشن؟ ده فود استيميليشن لايه؟ الليفر. اي ما واحد ياكل فود يحصل له ايه؟ في انرجي بيحصل لها برودكشن. خلاص تمام؟ يبقى السيستم دايناميك اكشن فود عباره عن الانرجي او هيت انرجي برودوست ديو تو ايه؟ استيميليشن اوف فود ان ليفر. نتيجه للفود استيميليشن في الليفر، الميتابوليزم بتاعه او الاستيميليشن بتاع سلفيت في الليفر. ده السيستم دايناميك اكشن. طب ايه اللي لازم اعمل؟ لازم تمرين ريت في كومفورتبل تمبريتشر. ثالث شرط لازم تبقى التمبريتشر ايه؟ كومفورتبل. تخيلوا مثلا واحد قاعد في ساعه كولد، تفتكروا الميتابوليك ريت هيعمل ولا ايه؟ يعمل. سمساتك بقى شغال ويحصل شيفرنج، تمام؟ يبقى انا عندي لازم يبقى فيه كومفورتبل تمبريتشر. ثلاث شروط للبيزل ميتابوليك ريت. طيب سؤال، ايه الفاكتورز اللي افكتنج البيزل ميتابوليك ريت؟ هقول حاجه وتقول صح ولا غلط. كولد كوزز
غلط، لان البيز الميتابوليك ريت بيبقى عارف وكمفورتبل تمبريشر مش شروط، لكن اقول الكولد ممكن يرفع لي الميتابوليك ريت مش البيز. طيب اسليب increases the basal metabolic rate. هو اصلا السليب لازم يبقاش، ما اقدرش اقيس بيزل وهو سليب، ده غلط اصلا. يبقى السليب decreases the metabolic rate. metabolic مش ايه بيزل. سؤال هقول tumors او malignancy increases the basal metabolic rate، صح ولا لا؟ تخيل واحدة عنده dividing cells عماله بتconsume energy، صح؟ مش في energy production؟ صح؟ في بيزيد البيزل متابوليك ريت بيزيد. واحد عنده بوليسايسيميا، هو بوليسايسيميا increase number of RBCs، يعني في dividing cells موجودة بتconsume energy، يبقى البيزل متابوليك ريت ايه؟ increase. واحدة عندها ماشي pregnant، هل البيزل متابوليك زايد ولا هو زايد؟ هي والفيتوس. واحدة عندها هايبر ثايرويدزم زايد البيزل متابوليك ريت. طب واحدة عندها ايه؟ هايبوثايرويدزم بيكسدينا، يبقى البيزل متابوليك ريت ايه؟ واحدة عنده نور ادرينالين عايز يبقى عالي، والادرينالين زي في كروموسايتوما، في كروموسايتوما عارفين الادرينال المضلل لو في تومورز بيحصل ايه؟ ريليس بباصص كده الادرينال ونوع الادرينال. ده زي سيمباثيك، يبقى البيزا هويتريك ايه؟ زايد عالي. طب سؤال استاذنا الدكتور عارف زي ما قلنا البيزا الميتابوليك ريت از برونوستيك نوت دايجنوستيك، يعني ايه؟ البيزا الميتابوليك ريت زاد 400 مره تشخص ايه؟ مش شخص صحيح، لا مش دايجنوستيك، لكن ايه؟ بروجنوستيك، زي الاي اس ار. يبقى البيزا هويتريك اس بروجنوستيك نو دايجنوستيك، ما اقدرش اقول ده عندها هايبر سيرفيس، لازم اعمل فري تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. يبقى ده ايه؟ بروجنوستيك نو دايجنوستيك. نيجي بقى للمساله. نعم. واحد عنده فيبر، واحد فيبر يزود الميتابوليك ريت ولا لا؟ الميتابوليك ريت يزود ليه؟ واحد عنده فيبر يزود الميتابوليك ريت، لو فيبر يزود الميتابوليزم. تمام؟ مسألة بقى اللي بتيجي في الامتحان، بيزل ميتابوليك ريت يساوي اوكسجين، انرجي ايكويفالنت اوف اوكسجين. تمام؟
البادي سيرفيس اير. على ايه؟ البادي سيرفيس اير. نورمالي لو انا نورمال البيزا اللي تقولي كريت يساوي كام؟ كام؟ 40 كيلو كالوري. سبيك اب ثاني على كيلو كالوري. بير اور بير اور الساعة بير البادي سيرفيس اير اللي هو ايه؟ متر سكوير. بالمتر سكوير بلس اور ماينس كام؟ 50%. يعني يبقى كمان انا بس عايزه اعرف البيزا اللي تقولي كريد بتاع اي حد ازاي؟ قال لي لازم اعرف هو بيكونسيوم كام لتر اكسجين في الساعه واضربه مالتبلاي بحاجه اسمها انرجي ايكوفلنت اوف اكسجين. يعني ايه؟ لو انا جبت لتر اكسجين جبت لتر اكسجين خلاص وجبت فود كربوهيدرات كربوهيدرات وجبت بروتين وجبت ايه؟ فاتس وخليت الاكسجين ده يعمل لهم ايه؟ اوكسيديشن هيديني انرجي بمقدار 4.8 كيلو كالوري. فاهمين دي ولا لا؟ مش فاهمين. تاني انا جبت 1 لتر اكسجين جبت ايه؟ 1 لتر الويت اجينست الهايت بيديني الويت والهايت
وابتدي اعلي مثلا اداني مثلا ويت مثلا 75 والهايت مثلا 150 سم اطلع فيرتيكال لاين من النوم واشوف على اي كيرف طلع نقطه الانترسكشن 1.15 الميل واي ما بينهم خلاص خلاص تمام اجيب مين البودي سيرفيس ايه يبقى البودي سيرفيس اجيبه منين من الدوبا الشارتس ما ادانيش البودي سيرفيس ايه في الامتحان وفي كالكوليشنز اعمل ايه اخليها بقى 1.7 او كده ماشي بس غالبا هي موجوده في الامتحان ماشي ده لما ادهنيش لكن هو هيدهني لا بس هي زي ما هي الرقم ده زي ما هو ده البودي سيرفيس ايه تعالى اديكوا بقى اسئله على بتيجي ازاي في الامتحان حاجه من الاثنين يا جيلك في الستيشن شورتس يقول لك ايه ده لو لقيت الويت اجينست الهايت بالكيرف دوت 0.8.9 كذا ده اسمه ايه؟ دو بلاد شوتس فور بودي سيرفيس ايه؟ او فور كالكوليشن بودي سيرفيس ايه؟ طيب ممكن يديك بعد كده يقول لك الاكسجين كونسبشن كام للعيان ده ويقول لك كالكوليت ذا بيزا ميتابوليت هنعرف ازاي بقى نحسبها او تيجي مساله في الشيت هنجيب مساله دلوقتي نحل كذا مساله كذا هي واحده وباقي ده يعني مساله وبعد كده انتوا هتحلوا واحده في البيت معلش كده بس لو قلنا الاكسجين كونسبشن مساله اهي اكسجين كونسبشن الأكسجين كونسامشن بير 6 minutes equal 1470 ml body surface area مديها 1.6 calculate the basal metabolic rate و comment على basal metabolic rate يعني comment دي ده نورمال ولا هاي ولا لو هنحل دي هنحلها معاك الاول وبعد كده اديك مساله احنا هنعمل ايه؟ عايزين نحول المللي ده لتر وعايزين نحول المينت لاور نعمل ايه؟ نقسم في كام عشان نحول الاور؟ ونضرب في كام؟ إذا كان بيستهلك الكمية دي في 6 مينت أنا عايزاها في قد إيه؟ في 60 مينت يعني أقلها في 10 وأقسمها على 1000 يبقى إيه بقى اللي هيحصل؟ ده كده من إيه؟ ده الأول 14 ساعة تمام؟ عايزين كام؟ ليتر بير أوكي صح كده؟ طب الرقم ده اعمل فيه ايه بعد كده؟ ده الاكسجين كونسامشن اللي بيستخدمه العيان اضربه في كام؟ 4.8 واقسمه على البادي سيرفيس ايه؟ اللي هو 1.6 كام بقى؟ حد يحسبها لي كام؟ كام؟ 44 برافو عليك 44.1 44.4 هتكام بقى ادي البوت بيزل ميتابوليك ريت ايكوال 44.1 تسكت كده تقول ايه كيلو كالوري بير اور بير متر سكوير بس طب انت عارف